كل اللي شو هذا متجر مجاني وما عرف شو حبيبي والله. هلا وحبيبي كلاوي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيف جات لكم يوم مقطع جديد اسطير. مقطعنا اليوم حبايبنا مثل ما شفتوا من اول لحظات المقطع هذا انه في متجر مجنون ولا ما اعرف شو ولا يدخل نشوف. قبل ما بلش باي مقطع حبايبنا، او قبل ما بلش بهذا المقطع، هو اي مقطع، خلينا بهذا المقطع بعدين نشوف المقاطع الثانيه. صلوا على الحبيب، الله يسعد لي اياكم، ولا تنسوا باللايكات شيرات بارتاجات، حبكم بزاف. اوكي شباب ركز معي، كيف اليوم عندنا هذا الحدث الجديد النات للشباب باللعبه. هو ما اعرف يا اخي، هو هذا السكين شكل طبيب ولا متجر ولا ما اعرف شو هيك حبايبنا. سكين شكله سكين جديد، شكل جديد. اوكي باللوس راح نجيب هذول، نختار هذول على السريع ونحاول نحصل على هذا السكين. شو نجيب يا اخي؟ هي نختارها، هي نختارها طبعا. خلاص جيبها، خلاص اي شيء معلم. ندخل نعمل دخول، يرجى اختيار ست جوائز. ما اخترنا ست جوائز يا حجي، وين في جوائز ثانيه؟ ول واحد يسيري في اوكي سيده هي تحت، حلو. اوه حسمة العالم المجنون، اولي اليوم ايش؟ او ماي جاد مان، او ماي جاد مان، دام برو، دام شو هيدا يا اخي؟ هذا مو جبت، هذا طبيب شكل طبيب، سكن طبيب الجديد يا شباب. هذا سكن طبيب مو متجر يا اخي حبيبي والله، ولا انا متخربط ولا شيء، ولا شكل اوكي شباب. نضرب اول لفه شباب. اوه اول لفه معلم باربع جواهر، نايس حلو. خلينا نشوف لتحت، نعمل لفه من هون لتذكرني مجدره اخرى. سكين حلو شباب، سكين مش يعني عن جد كم سكين جديد هيك شباب، عن جد باللوز يعني شكل جديد شيء باللوز حلو. او ثاني لفه هات لنشوف. انا بعرف حظي شو حظي لهون لاخر لفه يعني 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 يعني, يعني انتم بتعرفوا هذا الشيء انه حظي بيض يعني. خلينا نكمل لفه الثالثه معلم. اقسم بالله شباب صدقوني فكرت انه طلع لي السكين. اوكي نجي لهون، قول لي خلص. هذا هو معلم، هذا هو شباب، هذا هو. ما راح يطلع لي يعني من يعني انا مالي فرحان راح يطلع لي مول لفه معلم. اوكي نروح من هون، خلص راحت اللفه الاخيره. قول لي شباب هذا شكله، قول لي الاحداث شباب بنزلوا كثير. طب قول لي ايام زمان كانت اوكي. لفه اولى 59 مثل ما انتم شايفين شباب، لفه ثالثه ب 99، لفه الرابعه ب 200، ولفه الخامسه اوه ما شاء الله. لاحظنا الفتره الاخيره صار في كثير يعني نزول بالاحداث بالجواهر يعني عن جد شيء كثير حلو باللوس. طبعا حبيبنا لا تنسوا شباب، الله يسعد ليكم، في طريقه اسطوريه شباب للشحن الجواهر. اوكي راح اقول لكم اياها، طولوا بالكم ركزوا معي كيف حبايبنا. لا تدخلوا على الرابط الموجود تحت بالوصف يا اساطير، في عروض موجوده اسطوري بالشوب تو جيم حبايبي الكرام. هذه العروض شباب في عندكم كثير من العروض، عندكم الليفل باس، عندكم الشحن الاضافي، عندكم يعني شيء اسطوري يعني. ليفل باس، شو هو الليفل باس؟ هو يعني لما تضغط شباب كل ليفل معين يعطوك جواهر معينه. اوكي اول ما تدخلوا شباب تحت، تدخلوا على طريق الرابط الموجود تحت بالوصف، تدخلون هون بس. ولكن حبايبنا الشيء كثير مهم، ركزوا معي كيف، ما تحطوا الاي دي، لازم يكون حسابكم يعني من السوشيال ميديا تكون مربوط اللعبه، لانه عشان يحصل تختاروا تقدروا تحصلوا على العروض. قبل ما تعمل كل شيء بتحطوا الايديا تاعكم، بتحطوا شيء بتختاروا من فوق شباب الاحداث المتواجده فوق. عندكم حدث الشحن الاضافي مثل ما انتم شايفين، عندكم الشيء ثاني شباب اللي حدث اللي بيكون كمان بنفس الوقت، احداث كثير يا شباب، شيء كثير باللوز الصراحه. وبكتب عليكم شباب تختاروا الـ 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 الامور اللي بدكم اياها، مثل ما فرجيتكم اياها بالمقاطع اللي فاتت، بتختاروا طريقه الشحن اللي بتحبوه شباب. اوكي وعن طريق الشحن شباب بتحصلوا على جواهر اضافيه يعني حسب النسبه اللي عندك، مثلا 50% اضافي 100% اضافي. وبنفس الوقت شباب اول ما تشحن اول مره بالشوب تو جيم بتحصل على مثال بعض من السكنات المخصصه وكمان الليفل باس. اوكي كملوا معي شباب، شوفوا مثل ما بفرجيكم هون بالشرح تمام حبايبنا. فرجوا عليكم تشحنوا خلاص، بعدين بعد ما تتم الشحن ركز معي كيف، لازم الحساب عندكم مربط. اوكي حساب عندكم مربط وبتحصل على الجواهر الاضافيه المتواجده مثل ما انتم شايفين. وهيك حبايبنا مكتوب الى خزنتك تم الارسال. نفس الوقت شباب في عندنا الاحداث اللي هو الليفل باس تمام، واحداث كثير متواجده شباب يعني كثير من الاحداث موجوده بشوط الجيم شباب بشكل دائم بتنزل. لا حبايبنا طول على الطريق الرابط تحت بالوصف وحبيبي والله. اوكي نرجع على اللعبه معلم حبيبي والله. وين السكين؟ وين السكين شباب؟ حبيبي والله تعال هون، تعال 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 يا سكين الطب الجديد، حزمه العالم المجنون. صدقوني يا جماعه شيء باللوز، تعال هون تعال هون تعال هون. شباب هيك صراحه هيك سكنات مرتبه وشي شكل جديد عن جد مرتب يعني اشي باللوس حلو. خلونا ندخل نشوف السكين معلم. دام برو وين؟ او ماي او بنطال معلم، شوف بنطال باللوس السكين. لا شباب تعال يا برو،
تعال يا برو، السكين باللوز يا برو. اوكي شباب، شباب تعرفوا هالمره ما راح ندخل تدريب ونجرب هذا السكين معلم. قولي ندخل الرانكت، قولي الرانكت عندي كثير سكور على المعلم، ما راح يدخلنا ندخل جيك جيمين عليهم يعني هيك على شوي هيك هيك على الخفيف. رانكت فهمتوا علي شلون يعني؟ خلص جيم رانكت، انتوا فهمتوا انتوا فهمتوا جيم رانكت رانكت. اوكي خلص سكر عينك وحبيب والله. قولي يا سلام ايشي بلوز. طبعا حبايبي ردوا معي كيف بالنسبه للاعبين، حبايبي ردوا بحب اللاعبين لجماعه اللاعبين البي سي مع شباب ان شاء الله باذن الله تعالى. شباب باذن الله تعالى اليوم ولا غدا راح يتم فتح كلان مخصص لجماعه البي سي، يعني شباب جماعه البي سي يعني راح يكون في امور شباب باللوز. لايك حبايبي الكرام، روابط وكل شيء التواصل موجود تحت بالوصف يا اساطير. خليكم باللوز اليوم هذا المقطع شباب، اعطيناكم كثير من الانفورميشن حبيبي والله. جاتوا عليكم يعني راح في يصير شيء باللوز. اوكي شباب بما اني لي حظ بس لي حظ شي، راح اجرب حظ بالسولو سكواد معلم. يعني حابب نغير لكم شوي الوضع شباب، ندخل يعني نطلع من هذا المود دائما ندخل تدريب ما تدريب. هيك شباب كل مره يعني بدخل بسيبكم سولو سكواد معلم. شايفين 47 لاعب موجود فوق معلم، راح اشد لكم اياها جرد. يلا بنشوف محاوله واحده يا شباب. بويا بويا ما بويا انسى معلم. يلا جو هات نشوف. قول لي مالي حاطط النسر حبيبي والله، ولد حاطين النسر. شباب الزر اعتقد انه مش هالمقطع راح ينتهي بسرعه، انا هيك شايف. اوكي قول لي في سكواد هني. بسم الله يا اخي لازم على القناه نجيب كل يا ول ول ول. قول لي سكار هوني باللوز. حلو حلو بي اس اس يا اخي ما بدنا ولا بيزن ولا شو عم يعمل. كرة حبيبي والله بلعنا. شباب شو صار من شوي معلمة؟ يعني ما بتذكر شو صار، تذكرتوا شو صار؟ اوكي على فكره الجيم الاول شب كنت لعبتها كانت تعمل هيك، فقط عم بشوف الوضع كيف كانت النزول ما نزول فقط لغير يعني مشان هيك يعني عادي عادي يعني خلي الوضع ريلاكس يعني حبيبي والله. اوكي الان شوف قول لي معي واحد، قول لي معي واحد. هلا بالحبيب تعال هون تعال تعال ايش فيك شوي تعال تعال هون تعال 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 ايش فيك شوي بس يعني 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 اوكي. وين هذا؟ وين راح؟ وين راح؟ وين راح هذا؟ لين اذهب؟ يا هذا رغم غد لبكره الصباح بدور عليه ما بتشوفه معلم حبيبي والله، فكنا منه. خلينا نشوف من هون معلم الوضع. اوه سلاحي المفضل شباب يعني خلص راح اشيله مشوي. قول لي هي واحد. ول ما يموت ما يموت ما يموت اخونا. تعال هون تعال. تهرب مو هيك؟ تهرب مو هيك؟ وين راح تهرب؟ وهون داخل المكان هذا متأكد سمعت صوت. هلو برودا انت رايح فين؟ رايح فين يا صاحبي؟ انت رايح فين يا صاحبي؟ رايح فين حبيبي والله؟ لوتك باللوز يا زلمة اسطورة معلم، لوتنا المكان كله. قول لي هي صاحبه ورا. تعال يا برو تعال تعال يا برو شفتك شفتك تعال يا برو. انا ناخذ واحدة دم حلو المستنشق. قول لي اي اخونا واصل مسكين واصل ايزي كيل معلم باللوز حجي. يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده معلم بعده بدي اسطيل. طيب شو ليش قتلت شباب؟ عشان يزيد لي الدم من تحت معلم بشخصية لوكاس باللوز. اوكي شباب طولي بالكم معلم، راح نجيب اول شيء هون الدرع تمام، ونجيب وحده هل القطعه هاي شباب، هالقطعه شباب اسطوريه شباب تكشف لك مكان اللاعبين. امشوا نروح. اوكي معلم شفتوا حبيبي والله مال دورتي. لا مو هذا والله مو هذا، شوف في واحد ثاني جوا هذا حلو، مو هذا قتلنا في واحد ثاني. ويلي ويلي هذا هو بالبيت شفتوه. وير كيف جبت في واحد ثاني ولا شلون؟ والله ظاهر في واحد ثاني يا جماعه، في اثنين جوا بالبيت. اوكي شباب هي مهمه شوي صعبه شباب، هي المهمه شوي صعبه. هي واحد داون.
اثنين داون اثنين داون باللوز. شو انت مشايم علي بالقنابل؟ جي جي تعال تعال يا برو تعال. شو عم تعملهم؟ شو الصراحه؟ يلا يلا وش عم تعملوا؟ شو متخبي؟ شو عم تعملوا؟ شو شو كنت عم تعملوا؟ يلا بيبي هذا باللوز. ايوه هي جبنا اللقطه معلم، مو لقطه ال ال هي التوكن ولا شو سموها معلم حبيبي. والله ناخذ المستشرق منهم وامورنا باللوز. زين نكمل البحث عن اللاعبين. اوكي الشباب ركزوا معي كيف راح اروح للداخل امام هناك، فهمتوا علي شلون؟ ونكشف اللاعبين ونروح عليهم معلم حبيبي والله. اوكي تعالوا نجي لهون نشوف الوضع كيف راح يكون. اوه بيفور ويل باللوز شباب. حد جد شباب حظي بهالجيم اسطوري شباب. يعني حصلت لازم نجيب بوي، حصلت على سكنين شباب سلاحين فول متطورين ماكس. نروح نشتري اول شيء. ركزوا معي كيف ما بنخبص بالشراء شباب. نشتري اول شيء حقيبه لانه لازم حقيبه. نشتري اثنين ثلج. نشتري كشف زون. كشف زون يا اخي. شو كشف زون؟ شو مين عم يقول كشف زون؟ اقصد يعني الكشف اللاعبين مكانهم يا اخي. بس بناخذ هاي بس بنشوف وينه واللي بالبيك وين. امشي نطلع على البيك. ليتس جو. اوكي العدو شباب شكله عم يروح على على الدروب. اوكي عم يتجه على الدروب هذا هو. يا اخي ما يموت هذا. ما يموت. وال. لكن رايح على الدروب شكله بس ولا يهمك. انا شايف حارف مكانك. انت شكله رايح على البرج هذا شباب. هذا رايح على البرج شكله. رايح فين؟ هي شباب في اكثر من دروب هون بالمنطقه. اوه دايما اخذ اللوت. حلو ما في شيء هون. نشوف الدروب الثاني ونشوف. اولي ما في شيء في دراجون اوف عادي ايزي فريزي. اولي شو ماله هذا معلم المواقف هذا؟ شكله فاصل. اولي الو 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 عجب موجود ولا كيف؟ والله شكله يا جماعه هذا قبل ما يقتلوا معلم هذول اللاعبين خلينا اخذنا الكيل حبيبي والله. ام سوري يا برو. اوه في واحد فوق. في ناس فوق. اسمع شوي شكلهم مساعدينه جديد ولا شلون؟ ناس فوق شباب. في واحد داون هون. سمعت صوت ضرب. كان بيفنش حدا شكله هذا. كان قاعد بيفنش حدا. تعالوا تعالوا. مين قد قاعد عم يفنش يا ول؟ هو في ناس هون. ول كل اطراف كل جهه كل جهه. ويلي يا اخي ما يموت ما يموت. باللوس. نشوف وين هذا معلم. هذا نزل جديد. تعالوا تعالوا. روح تسلم عليه معلم. شو اصطاد بسرعه. طلع لفوق عجب. اوكي هون في ناس صاير. صاير في ناس حواليه شباب. كيف من وين ساعدوا هذا؟ هون الصاير. ولا بسمع صوت سيارة. راح لك لا لك لا يا ربي. شو عملت شدي بوت؟ لك يا جماعه ما توقعت يطلع لي بهذه اللحظه يعني بسرعة لفوق والله يعني ما توقعت ابدا يطلع لي. اوكي حبايبي الكرام الله يسعد ياكم شبابيك بكون تم مقطعنا اليوم حبايبنا. بنشوفكم على خير. ولا تنسوا الشباب يعني اللي يحب يعني يعني كيف اشرح لكم. لا تنسوا قصدي لا تنسوا عروض الشوب تو جيم حبايبنا متواجد في كثير عروض موجوده هناك. اوكي ولا تنسوا حبايبنا اللي يحب ينضم للكلان الجديد شباب. راح يتم يعني اعلان الكلان شباب ان شاء الله والقاعده الكلان وكل شيء شباب على الانستغرام عن طريق التواصل الاجتماعي تحت بالوصف. خلوكم جاهزين شباب جماعه البي سي. اشوفكم على خير. اشوفكم على اللايف ستريم بعد شوي.